بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب البيان والتعريف ولزوم الحجة من كتاب الكافي الشريف للكليني رضوان الله تعالى عليه. آخر حديث من هذا الباب وهو الحديث السادس عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال إن الله لم ينعم على عبد نعمة إلا وقد ألزمه فيها الحجة. من الله. هذا الحديث الشريف يبين حقيقه ذكرت في القرآن ايضا وهي ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا ما اتاها في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وفي ايه اخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا الانسان انعم الله عليه بنعمه بمقتضى تلك النعمه يكلفه تكاليف ليؤدي حق تلك النعمه فاذا عمل بتلك التكاليف فقد سعد في الدنيا والاخره، وإذا خالف تلك التكاليف، الله سبحانه وتعالى يحاسبه في الاخره، فإن كانت التكاليف الزاميه بمعنى الوجوب والحرمه فهو يستحق العقاب بتركه التكاليف الالهيه. قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن هو يستحق العقاب، وقد لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحتى لو غفر الله سبحانه وتعالى له ذلك الذنب، لكن الذنوب هي مانع من ارتقاء درجة الإنسان. قد الله يغفر له، لكن تكون درجته في الجنة درجة متدنية، بحيث لو لم يرتكب ذلك الذنب، لكانت درجته أعلى. هسه إذا هذا التكليف لم يكن تكليفا إلزاميا يعني في المستحبات مثلا في المستحبات قد يحاسب الله سبحانه وتعالى الإنسان لكن لا يعاقبه في الحديث الشريف في حساب في حلالها حساب الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على حلال الدنيا، وهو لأن العمل لم يكن واجبًا أو محرمًا، لكن إذا ترك مستحبًا، أو فعل مكروها، الله سبحانه وتعالى يسأله: لماذا تركت هذا المستحب؟ لماذا فعلت هذا المكروه؟ سواء كان له عذر أو لم يكن له عذر، لا يعاقب على تركه، لأن المستحبات والمكروهات على تركها ومخالفتها لا عقاب، لكن قد يؤثر ذلك في قربه إلى الله سبحانه وتعالى، وفي درجات هذا الإنسان في الجنة، أو يؤثر في عدم غفران ذنوبه، بعض الأحيان الإنسان يعمل عمل مستحب، هذا العمل المستحب يسبب أن المولى يغفر له زلته، مثلا إذا خادم أحسن إلى ابن المولى إحسانا لم يكن ضمن واجبات هذا الخادم، بعد ذلك خالف أمرا من أوامر المولى بحيث انه استحق العقوبه لكن المولى يشوف ان هذا الخادم لقد احسن الى ابنه يتجاوز عن عقوبته فذلك العمل المستحب فذلك العمل المستحب ادى الى غفران ذنب من الذنوب وعدم عقابه ولكن هذا العبد لم يحسن إلى ابن المولى والإحسان لم يكن واجبا ثم خالف المولى في قضية المولى يقول له أنت تستحق العقوبة وأنا لا أغفر لك وما ذكرناه الآن يمكن الاستفادة منه في توضيح كثير من الأحاديث التي رتبت العقاب على ترك المستحبات او فعل المكروهات. ترك المستحب وفعل المكروه لم يكن تركا لحكم الزامي من احكام الله سبحانه وتعالى، فكيف في هذه الاحاديث الكثيره البالغ حد التواتر الاجمالي كيف الله سبحانه وتعالى رتب على ترك المستحب او فعل المكروه العقاب؟ الجواب قد لا يكون العقاب لذلك لفعل ذلك المكروه او لترك ذلك المستحب، وانما العقاب لفعل حرام او لترك واجب، لكن ترك هذا المستحب او فعل ذلك المكروه سبب ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ذنبه فيعاقبه على ذنبه الاخر. أو فعل هذا المستحب، أو ترك هذا المكروه، سبب أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا العبد بعين رحيمة فيغفر له ذنبه الآخر ولا يعاقبه على ذلك الذنب. من باب المثل في بعض التفاسير ذُكر هذا الأمر أن حاتم الطائي حاتم الطائي مات مشركًا. والله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زين، حاتم الطائي كان في زمان في ذلك الزمان دين الله كان موجودًا. الحنيفية كانت موجودة. مذهب ودين عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله كان موجودا لكنه كان وثنيا فهو لا يستحق الجنة وهو في النار لكن في بعض التفاسير مذكور أنه لا يحترق في النار زين ليش ما يحترق في النار لكرمه لأنه كان كريم النفس نفسه عالية الجود والسخاء الذي كان في حاتم الطائي هذا السوء هذا الجود والسخاء هو يضرب به المثل والله سبحانه وتعالى يحب الصفات الحميده زين هو واجب كان يكون جواد مو واجب القصص المنقوله عنه لم تكن قضايا واجبه الله سبحانه وتعالى اوجب عليه ان يكرم الضيف اكرام الضيف فضيله لكنه ليس بواجب مستحب الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه أن يوثر على نفسه بحيث أنه يطعم جاره ويبقى هو جائعا لكن هذه الأفعال فعلها الله سبحانه وتعالى يحب هذه الأفعال فلا يحرقه في نار جهنم وفي الكافي رواية أخرى أن رجلا من المؤمنين هذا خاف سلطان زمانه فهاجر من بلده الى بلاد الكفر فاجاره مشرك آواه مشرك وهدأ روعته وامنه زين لما هذا المشرك مات الله سبحانه وتعالى يخاطبه الجنه حرام على المشركين ولو لم تكن الجنه محرمه على المشركين لادخلتك في الجنه لكن الله سبحانه وتعالى حرم الجنه على المشركين. فهذا الانسان المشرك الذي اوى مؤمنا وامن روعته هو في نار جهنم لكنه لا يحترق في هذا النار في الحديث الشريف: يا نار هيديح او هيديه ولا تؤذيه يعني خوفيه هو يخاف من النار. محبوس في جهنم يخاف من النار لكن النار لا تؤذيه لأنه عمل عملا أحبه الله سبحانه وتعالى زين الإنسان قد يقوم بعمل مستحب يحبه الله سبحانه وتعالى فيغفر له ذنبه أو الإنسان يقوم بعمل غير حرام لكنه عمل مكروه غير محبذ لكنه ليس بحرام هذا يصير سبب ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ذنبه الاخر فاذا قيل في بعض الاحاديث ان ترك هذا المستحب او فعل هذا المكروه له كذا عقوبه اخرويه لعله المقصود هو هذا الذي ذكرناه زين اذا الله سبحانه وتعالى انعم على الانسان نعمه فعلى الإنسان أن يشكر تلك النعمة. والشكر العملي لتلك النعمة أن يؤدي التكاليف المرتبطة بتلك النعمة. إذا واحد ما عنده أموال، الزكاة هم ليست عليه واجبة. إذا واحد عنده أموال، الأموال الزكوية المذكورة بالتفصيل في الكتب الفقهية، يعني إذا عنده الأنعام الثلاثة بالنصاب المذكور في الكتب الفقهية والشروط المذكورة هناك أو له النقدان أو له الغلات الأربع بالشروط المذكورة والنصاب المعلوم تجب عليه الزكاة زين واحد فقير ليس له من الأنعام الثلاثة شيء لا عند بقر ولا عند جمل ولا عند خروف ولا عند من الغلات الاربع شيء لا عند التمر لا عند حنطه لا عند شعير لا عند زبيب ولا عند النقدين لا ذهب ولا فضه مسكوكه بالسكه الرائجه ما عنده زين واجب عليه الزكاه كلا الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليه هذه النعمه بالخصوص فلا تكليف له زين واحد ليس مستطيعا الحج مو واجب عليه. وهكذا الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الله اتاك الاموال، الحقوق الماليه تجي في ذمتك. الله سبحانه وتعالى اتاك الاستطاعه، الحج يجب عليك. بعض الاحيان هم هو بفعل الانسان، يعني الانسان يروح يشتغل يحصل اموال، تجب عليه الزكاه مثلا. وانسان ما يشتغل لا يحصل اموال فلا تجب عليه الزكاه. واحد ما متزوج زين لا تجب عليه الحقوق الزوجيه من باب السالبه بانتفاء الموضوع هذا ليست له زوجه حتى تجب حقوق الزوجه، لكن اذا تزوج زين هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ولو هو باختياره اقدم على هذه النعمه. اذا اذا تزوج اجت في ذمته تكاليف الحقوق الزوجيه وما اكثرها من تكاليف وما اقل من يلتزم بهذه التكاليف مع الاسف الشديد. زين اذا اجت تكاليف هسه تكاليف واجبه الله سبحانه وتعالى يحتج على هذا العبد. ايها العبد انعمت عليك بنعمه. وامرتك بشكر هذه النعمه بالكيفيه الكذائيه فلماذا عصيت؟ لماذا تمردت؟ لماذا خالفت؟ هنا العبد ليست له حجه، قل فلله الحجه البالغه. اذا الانسان ادى تلك التكاليف في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يحسن إلى هذا العبد يتفضل عليه أنت أنعمت عليك وكلفتك وقد أديت التكليف فتفضلا من الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالجنة وبالثواب هذا الحديث الشريف يبين هذا الجانب أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى العبد شيئا كلفه فاذا ادى ذلك التكليف جازاه خيرا واذا لم يؤد ذلك التكليف احتج عليه وفي الحديث مقاطع اخرى ايضا تصب في هذا الاتجاه عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق قال ان الله لم ينعم على عبد نعمه الا وقد الزمه فيها الحج من الله يعني لم ينعم عليه النعمة إلا كلفه تكليفا يناسب تلك النعمة ثم يحتج عليه بذلك التكليف يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم طبعا الله لا يحتاج وإنما نحن المحتاجون أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إنما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نذكر نعمته لطفا ورحمة بنا لأن إذا ذكرنا نعمته وأدينا التكاليف المرتبطة بتلك النعمة ارتقينا والله سبحانه وتعالى للطفه ورحمته يريد لعباده أن يعرضوا أنفسهم لرحمته لأنه خلقهم لرحمته إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إذن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لماذا قال يا أيها الناس وليس الخطاب للمؤمنين بالخصوص لأن هذا دعوة للناس بالإيمان وبالعمل الصالح الله سبحانه وتعالى إذا يريد يدعو الناس إلى الإيمان غالبا وعادة التعبير بيا أيها الناس لكن إذا يريد يبين الأحكام للمؤمنين للمسلمين يعبر بيا أيها الذين آمنوا في آية أخرى سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ماذا يقول في سورة النمل وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. لانه شكر النعمه هذه ايضا التوفيق لها نعمه من الله سبحانه وتعالى. يعني الله انعم علينا ثم وفقنا لان نشكر هذه النعمه. وقد ذكرنا فيما مضى ان التوفيق هو جعل الاسباب بعضها بعضها وفقا لبعض للوصول الى النتيجه المرجوه. والله يوفق الانسان الذي احسن عملا يزيد في توفيقه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. والذي يرفض ان الهدايه الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنه لطفه إلى المرحلة التي هذا الإنسان يفقد القابلية الكاملة للهداية، فحين ذاك يختم الله سبحانه وتعالى على قلبه. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأن نعمة الوالدين تسري إلى الأبناء. يعني الله سبحانه وتعالى انعم على ابيك هذه النعمه تسري الى الابناء اقل تقدير الذكر الحسن مثلا الامام هنا يبدا بالذكر مجموعه من الامثله فمن من الله عليه فجعله قويا فحجته عليه القيام بما كلفه الطاعات قد لا تكون مشترطة بالقدرة العرفية وقد تكون مشترطة بالقدرة العرفية يعني بعدم العجز يعني الصلاة مو مشترطة بالقدرة الإنسان في كل حال يمكنه أن يصلي إذا هو سليم يصلي من قيام إذا هو معوق لا يتمكن من القيام يصلي من جلوس. إذا لا يتمكن من الصلاة من جلوس مثلا يصلي وهو متمدد. حتى الغريق الغريق في أعسر اللحظات وهو يرى الموت نصب عينيه إذا ما فاقد شعوره ويعلم بأنه حان وقت الصلاة يجب عليه ان يصلي، هسه كيف يصلي؟ ذكر في الكتب الفقهيه انه مقابل كل ركعه بدل كل ركعه مره واحده يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اذا تمكن من ذلك. زين فهذه الصلاه ليست مشترطه بالقر بالقدره العرفيه. لكن بعض الطاعات مشترطه بعدم العجز. مشترطه بالقدره العرفيه مثلا الصوم. اذا واحد كبير في السن أو مريض مثلا بحيث يضره الصوم، الله سبحانه وتعالى رفع عنه الصوم. إذا واحد قوي يتمكن من القيام بالتكاليف، الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول أنت ما كنت عاجز، لماذا لم تحج؟ أنت لم تكن عاجزا، لماذا لم تؤدي التكاليف؟ حتى في عالم اليوم في القوانين الوضعية، إذا واحد ما قدر يطبق قانون من القوانين، يعني عجز عن تطبيق القانون، هذا يعذر. لكن إذا لم يعجز عن تطبيق القانون، وخالف القانون، هذا يعاقب. يعني نفرض مثلاً من باب المثل، واحد يسوق سيارة، وبدون تقصير منه، مو مقصر. انقطعت مكابح السياره البريك يعني حسب تعبيرنا زين فصارت حادثه اصطدام وثبت لدى المحكمه ان هذا الرجل ما كان مقصر لا يعاقب لكن اذا هو قصر او عمدا سبب حادث السير يعاقب وهذا أمر عقلي قبل أن يكون شرعيا زين هذه الوظيفة الأولى أنت عندك قدرة أد التكاليف ثانيا واحتمال من هو دونه من من هو أضعف منه أنت عندك قدرة لكن أكو تحتك ناس ضعفاء لازم تتحملهم لازم لا تظلمهم يعني اذا واحد هو حاكم، زين انت الان حاكم عندك القدره الله يكلفك بالعدل بين الرعيه. زين واحد من الناس الناس من عامه الناس هذا الانسان ليس مكلف بوظائف الحكومه يوم القيامه لا يحاسب على انه الحكومه لماذا لم تفعل كذا ولم تفعل كذا اذا هذا الانسان هو مو مقصر. لكن الحاكم إذا لم يراعي العدل يحاسب ويعاقب واحتمال من هو دونه ممن هو اضعف منه هذا مثال اول، مثال ثاني في كلام الامام ومن منّ الله عليه فجعله موسعا عليه فحجته عليه ماله، يعني الله وسع على هذا الانسان لان الله هو القابض والباسط من معنى من معاني القبض والبسط هو التوسع في الرزق أو التضيق في الرزق ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الله سبحانه وتعالى يوسع على بعض ويضيق على بعض في ارزاقهم لحكمة مذكوره في محلها زين الله وسع على هذا الانسان نفقة زوجته وأولاده وواجب النفقة لازم يدفعها لهم الحقوق الواجبة الخمس الزكاة وما إلى ذلك إذا تعلقت بذمته يجب أن يدفعها إذا لم يؤد الحقوق الواجبة الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يحاسبه وقد يعاقبه إذا لم يغفر له زين الله هل كلف الانسان فقط بالتكاليف الواجبه في الامور الماليه كلا هناك تكاليف مستحبه الصدقات المستحبه ان الله يامر بالعدل والاحسان الاحسان في نفسه قد لا يكون واجبا العدل واجب الاحسان قد لا يكون واجبا لكن الله يأمر به امرا استحبابيا ان الله يأمر بالعدل والاحسان زين الله رزق فد انسان اموال طائله هذا الانسان ادى الواجب يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يحاسبه لا انه يعاقبه لا يحاسبه على تركه للمستحبات لماذا لم تتصدق صدق المستحبه لماذا لم تفعل الخيرات لماذا لم تفعل المبرات الان بعض اهل الخير يؤدون الحقوق الواجبه التي في ذمتهم اذا في ذمه خمس يدفعها اذا في ذمه زكاه يدفعها النفقة الواجبه يدفعها الصدقات الواجبه يدفعها وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى انعم عليه ياسس مسجد ياسس حسينيه ياسس فضائيه يأسس مشاريع خيرية يتصدق على الفقراء يتكفل الأيتام يطعم الجائعين يفعل الخيرات يفعل المبرات والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بأن يزيد في رزقه ويعوض ما خسره ظاهرا وليست هي خسارة وإنما هي معاملة مع الله سبحانه وتعالى ومعامله رابحه في الدنيا قبل الاخره ثم يعني بعد ان يؤدي الواجبات تعاهده الفقراء بعد بنوافله النافله من نفل النفل والنفله بمعنى زاده والزياده النوافل يعني الزياده على الواجبات الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان في كل يوم بسبعة عشرة ركعة للحاضر يعني صلاة الصبح ركعتين الظهر أربع ركعات العصر أربعة المغرب ثلاثة العشاء أربعة لكن هناك نوافل يعني زيادة على الواجبات نافلة الصبح ركعتان تصلى قبل صلاة الصبح مستحب نافلة الظهر ثمان ركعات نافلة العصر ثمان ركعات تصلى هذه الركعات قبل الصلاة الفريضة نافلة المغرب أربع ركعات تصلى بعد صلاة المغرب، نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعد ركعة واحدة تصلى بعد صلاة العشاء، وصلاة الليل ثمان ركعات بإضافة الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، المجموع خمسين ركعة يعني باحتساب ركعتي نافلة العشاء الوتيرة ركعة واحدة. هذه تسمى نافله او مثلا في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول عن ابراهيم ان ابراهيم دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه بولد الله سبحانه وتعالى رزقه بولد ورزقه بحفيد ويعقوب نافله يعني زياده على دعاء هو دعاء كان للولد الله سبحانه وتعالى رزقه الحفيد ايضا مع انه لم يكن قد دعا للحفيد زين ثم تعاهده الفقراء التعاهد بمعنى التفقد باستمرار، مو مروا في امان الله لا باستمرار طبعا ضمن الموازين الشرعيه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ثم تعاهده الفقراء بعده يعني بعد اداء الواجبات بنوافله، الانسان لازم دائما يقدم الواجبات على المستحبات النافله اذا اضرت بالفريضه لا خير فيها. واحد يفعل مستحب يترك واجب ما يصير. انت افعل الواجب لكن كمل هذا الواجب بالمستحب. اكو بعض الناس يتصدق على الفقراء الصدقه المستحبه لكن لا يدفع خمسه، لا يدفع زكاته. هذا ما يصير، انت تصدق على الفقراء هذا عمل صحيح لكن بعد ان تؤدي خمسك تؤدي زكاتك الواجبتين مثال اخر ومن منّ الله عليه فجعله شريفاً في بيته جميلاً في صورته فحجته عليه ان يحمد الله تعالى على ذلك وان لا يتطاول على غيره فيمنع حقوق الضعفاء لحال شرفه وجماله اذا الله سبحانه وتعالى انعم على انسان بشرف في نسبه نقول هذا انسان شريف، السادة يعبر عنهم بالاشراف، لماذا؟ لأن الشرف بمعنى العلو والارتفاع في النسب، الشرف هذه المادة بمعنى العلو، الشريف يعني نسبه عالي، آباؤه كرام. زين واحد من ذرية الرسول صلى الله عليه واله وذرية اهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا شريف في نسبه. او واحد شريف في قومه. زين هذا ارتفاع معنوي. وقد يكون واحد جميل. زين الله سبحانه وتعالى انعم عليك بان جعلك من ذرية إن اناس صالحين. انعم عليك جعلك من ذرية رؤساء شيوخ عشائر. من ذرية اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فأنت هذه النعمة التي انعمها الله عليك قدرها. هذه النعمة أد شكرها. او واحد الله سبحانه وتعالى جعله جميلا. زين الله خلقك بصورة جميلة. أد شكر هذا الجمال الذي اعطاك الله اياه. زين كيف تؤدي؟ فحجته عليه أن يحمد الله تعالى على ذلك. إشكر الرب، أثني عليه، الحمد لله الذي جعلني من نسب رفيع. الحمد لله الذي حسن صورتي، الحمد لله الذي أنعم علي بأسرة مثلا محترمة. هذا أولا تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، بعدين هذه النعمة لا تسبب لك التكبر، التبختر، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار لا تحول النعمة إلى نقمة على نفسك الله سبحانه وتعالى يخاطب زوجات الرسول صلى الله عليه وآله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن هذا شرف بأن كنا صرتن زوجات للرسول صلى الله عليه واله، هذا شرف. وهذه منزله رفيعه، لكن عليكم عليكن بتقوى الله. اذا اتقيتن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب لكم. زين اذا ما راعيتوا هذا النعم، هذه النعمه التي انعمها الله سبحانه وتعالى عليكم يضاعف لها العذاب ضعفين. زين انت الله سبحانه وتعالى جعلك شريف خلقك من ذرية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قدر هذه النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى بعدم التكبر أنت أو أنت الله سبحانه وتعالى خلقكما جميلين جمال في الصورة لا تتكبر لا تتكبرين على الآخرين بل اشكر الله سبحانه وتعالى وان لا يتطاول على غيره ان يعني لا يتكبر عليه لا تستطيل عليه فيمنع حقوق الضعفاء لحال شرفه وجماله اكو واحد شريف يمنع حقوق الناس واحد جميل يمنع حقوق الناس لا هذه نعمه لازم تزيدك عبوديه كلما الله سبحانه وتعالى انعم عليك ان تشكر الله وتزداد عبوديه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لشكر نعمائه وان يزيد في نعمه علينا هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.